طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه لسه مكملين معاكم في جمهور الثالثه مع ملوك التحليل، ووصلنا معاكم لفقره حديثنا عن منتخب الكاميرون. زيزو اتفضل. منتخب الكاميرون ماتش مختلف خالص عن كوت ديفوار وعن المغرب، مش بس عشان عامل الارض وجمهور، مش بس علشان خاطر صامويل ايتو واخد الموضوع لفكره الفكره فيها قوه كبيره جدا، لا احنا كمان بنتكلم في الفنيات. منتخب كوت ديفوار هو المنتخب اللي بيلعب كوره منظمه معتمده على القوه البدنيه، منتخب المغرب اللي بيلعب الكوره المنظمه اللي معتمد على الاستحواذ وتنقل الكرات، منتخب الكاميرون بيلعب حاجه ثالثه خالص بقى، بيلعب كوره مباشره. حط لك اثنين في منطقه جزائك ونرمي 60 عرضيه 70 كره طوليه، وده نوع مختلف تماما من المباريات بالنسبه لمنتخب مصر. تنظيم اكتر لكوت ديفوار للمغرب بالظبط كده. فدي نقطه الصعوبه الرئيسيه اللي هتقابلنا واحنا بنحلل منتخب الكاميرون. يعني يمكن شويه شغل عشوائي شويه تقصد يعني؟ لا مش عشوائي خالص. هو عشوائي شغل منظم يعني، هو شغل منظم بس هو شغل مباشر جدا. وبالتالي الشغل المباشر ده ليه صعوبات كبيره. ليه صعوبات في ايه؟ ليه صعوبات في ان وجود اتنين فراوده داخل منطقه جزائك بلا تحرك او شيطك عشان انا بس شايل لك معلش، هو يطلع ايه العشوائي المنظم اللي انت قلت عليه ده؟ بص بقى، العشوائي المنظم كنت مستني ان هو يسالني يقول لي ايه العشوائي المنظم. ان انت تلاقي شغل مره اختراق من العمق، مرة تلاقي شغل بيتعبل بكروسات عرضية، مرة تلاقي بكرات طولية، فانت طول الوقت حاسس ان انت بتلعب قدام منتخب ملوش شكل، مش ثابت يعني. انما النمط مش ثابت، مع ان هو مع الشكل ده هو منظم. كنت احبك تسالني السؤال ده، مش انا كده احبك كده عشان ناخد وندي زي مع بعض في سكينه الحلاوه. انا ما اقولش كلمه من بقي يابا غير لما اكون فاهمها. معلش اتفضل. ايه كمل يا زيزو. اتفضل يا زيزو. فاحنا الصعوبه بتاعتنا، انا هحط الاسئله وبعد كده نبتدي مع تامر ندور على الاجابات سوا. ماشي حلو. فالاسئله الصعبه بتبقى ان وجود اتنين مهاجمين عليك بالشكل ده هتقابلهم ازاي؟ هتقابلهم بانك متراجع جدا علشان خاطر تفضل محتوي الشكل ده، ولا هتحاول تطلعهم لقدام؟ طيب لو حاولت تطلعهم قدام، انت عارف السرعات الكبيره اللي موجوده على الاجنحه؟ لا، السرعات الكبيره تخليك تصعب عليك الموضوع ده. طيب هترجع بيهم لورا وتبقى مامن نفسك من سباقات السرعات. طيب ما ده معناه ان انت مش هتقدر تلعب الجيم بتاع المغرب اللي انت عملته اللي هو كان شكله كده. لا، ده انت هتضطر بقى يبقى يعني خط الظهر يتشد ورا خط الوسط علشان خاطر الموضوع ما يبقاش عشوائي، ويتشد ورا خط الهجوم. هلعب جيم دفاعي قدام الكاميرون؟ خطر، لان منتخب الكاميرون عنده كرات عرضيه كتير جدا، وانت في ارضه في الاول في الاخر مهما كان نظامك انت ما تحبش تريسك، ما تحبش تاخد المخاطره بتاعه ان مدافعين هيتصرفوا في كل الكرات الصح، لان 10 كرات عرضيه غير 20 كره عرضيه، ونسبه نجاحك بتقل مع زياده المحاولات الكاميرونيه. هنعمل ايه؟ ده السؤال. ممكن نفرج الناس بس على شكل الكاميرون ووقفتهم في الملعب من ناحيه الخرائط الحراريه والاحصائيات. يلا معاك. ومباشره تامر يكلمنا على المفاتيح ونتكلم بعد كده في نقاط القوه والضعف ونلعبهم. يا ريت تبقى تقولي لي الارقام دي بتعبر عن اسماء مين من اللعيبه عشان الناس تحفظهم منكم. تامر هيقول لك بالظبط التشكيل. يلا عشان انت نسي. لا بالظبط كده. يلا. ده الفورميشن بتاع المنتخب الكاميروني، ده وقفه اللعب بتاعه المنتخب الكاميروني. الافريج بوزيشن الاستحواذ يعني نسبيا بعد الماتش ما يخلص تلاقي ان هو الوقفه كده، 4 مدافعين، 2 على الدايره، 2 فراوده، و2 ونجات ضامنين للقلب. فانت ده الشكل الرئيسي للمنتخب الكاميروني في ارض الملعب. المساحات اللي بيتحركوا منها او الاماكن اللي بيهاجموا منها المنتخب المنافس ليهم بتبقى زي ما انت شايف اغلبيتها متواجده في الناحيه اليسرى، واغلبيه اللعب في العمق بيكون متواجد عند الناحيه اليسرى اللي في العمق. المسافه اللي كان بيغطيها 15 محاوله مثلا دي كده تعتبر 15 من محاوله الشمال. من ناحيه الشمال اقصى الشمال جوه شويه وجوه شويه 6 وبره ناحيه اليمين 12 وجوه شويه 3، يبقى اغلب شغلهم اكتر ناحيه في العمق. انما في العرضيات الاثنين قريبين من بعض 12 من 15 يعني. 15. فده الشكل بتاعهم، وده الشكل بتاع الكرات العرضيه، واللي هتلاقي ان فاي كولينز واحد من اخطر اللاعبين اللي عندهم، وان جمولو برضو واحد من اللعيبه الخطيرين جدا، 14 كره عرضيه و10 كرات عرضيه، رقم كبير. اتكلم في 24 كره عرضيه خارجين على المنافس، ده رقم كبير. عندهم بقى اللي بينفذ ده، اللي بيحول الكرات ديت لاهداف، فينسنت ابو بكر. ايوه صح. كم؟ 6 جوال. اتفضل يا استاذ.
شوف يا هيما، ست جوال هو ولا سبعة؟ ستة. فاضل له جول ويعادل الرقم 6 و5 الهدافين، الاثنين الهدافين من الكاميرون. فاضل له جول ويعادل رقم الكابتن حسام حسن ومكارثي. هو إيكامبي تاني الهدافين اللي بيلعب وينجر في الطرف الشمال بس دايما بيضم لجوه. لكن عاوز ابدا الكلام يا هيما، اتفضل. ابرز حاجه بيشتغل عليه الاول، تعال نشرح شكلهم بيبقى عامل ازاي في ارض الملعب. يلا. ده جول طبعا اونانا. الناس بتلعب 4-1 بتميل شويه. دول الشكل بتاع منتخب الكاميرون المبدئي. برافو عليك يا زيزو. ليه عايز اتكلم على حته المبدئي؟ هو الناس يا هيما، زيزو لخص كلمه مهمه قوي، الكوره المباشره. انا مش عاوز اخد وقت طويل في التحضير، ومش عاوز اعمل خداع كتير احطهم في حته، لا انا عاوز امسك الكوره طرف من الاطراف العب كروس على طول اول واحد. لو ودايما رغم ان الاحصائيات اللي كان زيزو جايبها لما عمل الصوره اللي معاهم اللي بخطوط المسارات الطول، المسارات المحاولات في الطرف الشمال محاولات، لكن بشوف ان الفعاليه اكتر في الطرف اليمين. انتاج والدقه، الانتاج بتاع الطرف اليمين اخطر بكتير من الطرف الشمال. خاصه ان انا قلت لك إيكامبي اللي هو الراجل بتاع ليون اللي بيلعب قدام طول والباك ليفت على طول باستمرار لما الكره، عشان كده الارقام كانت عاليه في العمق من ناحيه الشمال عند إيكامبي. مظبوط، علشان دايما يا هيما لما الكره تبقى في الطرف اليمين هتلاقي طبعا فينسو ابو بكر مهاجم اول، وعلى طول إيكامبي تاني مهاجم بيستنى الكره. عشان كده هما الاثنين الهدافين، لان ده اكبر دليل على ان انتاج الطرف اليمين اكتر. ليه؟ لان هو لو الراجل ده هو اللي بيصنع هيبقى تلاقي بيصنع اكتر ما بيسجل، لكن هو مسجل اكتر ما بيصنع. لكن خليني اقول لك على نقطه مهمه. اتفضل. اولا الناس في الطرف اليمين فاي في نقطة مشابهة طبعا على مستوى مختلف شوية زي أشرف حكيمي. مفتاح لعب مهم جدا للباك رايت فاي رقم 19، لكن برضو عنده مشاكل كبيرة جدا في ظهره، بس زود عليها بقى مشاكله أكتر من أشرف حكيمي. أشرف حكيمي على الأقل ما عندوش مشاكل في السرعات، ده عنده مشاكل في السرعات. أشرف حكيمي ما عندوش مشاكل شوية في الرقابة، ده عنده مشاكل كبيرة قوي في الرقابة. الراجل سرحان ومش عارف واقف ازاي، وهجيب لك ظهر في الملف اللي اسمه ظهر فاي. انا اتفائلت بقى بالاسم فقلت والله ايه؟ والله ظهر فاي. وبيعتمد اكتر يا هيما الاثنين في الطرف اليمين، الاثنين بيشتغلوا في النواحي الهجومية، سواء انجولو الراجل الوينجر رقم 3 او فاي رقم 19. في الطرف الشمال قليل جدا لما بتلاقي طوله رايح في النواحي الهجومية، قليل جدا، وده كمان منتظر، خاصة ان فيه لعيب مزعج جدا ومرعب اسمه صلاح، هيخليك تحسب 1000 مرة تعمل حساب قبل ما تروح في واجب هجومي. فخلينا نقول ان في الطرف الشمال، طيب هتقول لي ما بيهاجموش من الطرف الشمال، هقول لك لا بيهاجموا من الطرف الشمال، بس بيستخدموا السويتش. ما بيحصل ما بين شوبو موتينج الراجل اللي بتاع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اللي قبليها، بيلعب احيانا 9.5 واحيانا بيطلع لبره ويدخل إيكامبي. برافو عليك يا زيزو، ويطلع هو لبره ويبدا يشتغل ويحط الناس جوه ال 18.